أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مغعي ونعيمة الكآت إقداوني سانوا جنة كأني دقاق أدى حشي ده معلم عصب مقال عصب دمان أصحاب تيد ولا راح تشانل كدقائق أدى حشي ده أدي هذا دي سلامة سودوا ولا راح سوبر شون أحسن ولا ليه رأي لتشوك دمانتين وأود ما تصدقين جزاكم الله خيرا إن شاء الله يشجر مقال أن سوقلو لك تيسار كميتين دين وقروح بدن مر والبق وإذا كم هاد علنا يعني قروح بدن قرب استاجة وحول بق ودعاء ما شاء الله وما تصدقين هدي هو رأيت سبسكرايب يبسارن إن شاء الله إبرة وطمة نعيمة مركز كديب قوان كقاضو كلمة الله هي العليا ورام سعنينا رمضان مبارك واسود هني اسود هني واسود هني الحمد لله رب العالمين شكري قبل قبي جنان ذو مرا معنا وحير كذب يعني عيد مبارك وحبت إلى السماح نو جارسي رمانتين إن شاء الله يعني عملك إيسو سمين كل لغوض أخبره إلهي هنا وديه آمين يا ربي المقال كان أنك هذا دون إن شاء الله حواي سيدة تحمد الاستاج دون هذا إلهي راهو سيدة تترك صورتين وداود داود معناها حواي محمد داود حاشي أنا ربع أنا كحد لو ما كي جوه رئيس أنا كسر هذا معهم محو هاي جنرال كنا كلا عائلة نرد على فامي أيا واحد لي لبمر مر أنا وضحها معناها أبها أنا أنت عن اللي بعتد عن يوم معناها إنه يعني قصق ناضب ما هين ما نستاهلين ولا ليالو إن شاء الله ست بوحدو أو قرب استاهل مرة بعد كسر هذا لي أنا نصيحة سينا وضحها مدام برحب وشد وقد أكتف ويو قد استعمارة أنا أركي وحيابها مركز ذاتك أسعر أي كل شيء كيسنا إن أنا أركي والول يمروغ مركز لنعاس يعني عافمات أهان هذا نقطة جسميا هذا نقطة مسكحيا معنا نفسيا جسميا أو عيد كسو جاري كرو إن أنا فيري يعني هذا المقال أنا كسو سمي وحان لهاي كومي وناكسن وقلالو هذي معناها مقال كي يقبق ولعلا أتأركي سيد حان خورتا لنها إن أد هذي قبل ده إمتين الله من حارستو هذي إدمانين أي لقصورة تدون تي إلما هذا إن أتسكي رئيسي بره في الشدة سيدا سان مقال كلا بعد أن مركز إيدو الوالا يو قفنا وده هاي وينوشة قف وده هاي وين إمتى ما أنت مركو فرحة بير ده هاي ما أسر جدا وبسكو بوصية سكر أو خبو قاعدين نحتاجنا كم واحد صورنا أيضا مرك أي مرحلة دي سأكون صدنت يعني أنا جا أن تكي أن سيحي جريت إسكي رئي بره في الشدة هذي إلما هذا أي نولهين ما هندت معناها دي قال إن لوكا كوا أباهن ما فهمينه أي قصورة سنة ودسيلي دون تيم إذا نحدين المجرين إن تعسان أقول دوبي كان هالك نلاد على الفاميلي ما أنت أنت ويك دون تيم مرك يعني كحد لدونه إن مداس يدا سبتو حال سايت يعني هي سني مرك وراء أو أها إن إن أسي أبا خكلي عند جي سنين صح والد قرتي سكر قدرتي سكر ولا لوسا وذكري أو سمالي أقدم أياك كورسن وأنا كاستقر ديني أن قف والد كأ معناها حق أوليه المعنى حقي مثل مثل وليهين أو ما أهن المها لفت الكودة ضيعا ومعناه والد كلام مركز تأجر له إن اللي يراه معناه الحين قلنا سائل مين إن سن حقوق لهين نف لهين نعوها روح لهين ضد هين مرك خارك المها لفت الكودة دقيسي وباه أنت حسابته إشارة على سلامك عدالة وعدالة مرك أنا عن كل دقن نقول المها عدالة وقران ووحيد عسيدة يقول أن يعني أقبلت ليراه مركز كدي والله كرا محوها أرنك سوق روح بدن يقول سوق روح بدن إنه روح بدن أيكو بلا بنسا محاو سوها تسان عيما أرنك أنا أرنك أنا براه برشدو يالا قف كستو عقل هو عقل جيسانة حر أه يمحوها مسكحة استعمالا إنو كهر الأرن مضموة وصوبتو جريشين بحين قولوا يا أيقدن ممت كسيدا بيه تراوما تراوما ترام وانا السامينا أودتكي وادت سوماليا كل قط مت بمت ككلين سامين وكلية وحن دي دنا هناك علاضان يدي بعات دان يوحن لسي أولين عيو أول كان أبيهس يويل أبيهس لسي رح نجاي وصوت أودتنا إسكدي جاي نيني أبي إله جنان ومرك أبيه صابر وحن أقصي نه أن الدجيني نيني وح قروح بدن وح مناك بدن وح على كعبس له أن لقو الدجيني نيني ويل كيسي أصوحت لي معناها مرك ور أبيه كري أن قامي محن محن هاي أن 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 كوجر بتجنن أبها دي بس وجاي أنا ما كستو أنا هاي مت قف ده هاي قدرت إلهي يا كيانا يم أقبل كرتا
inaad aqbalto tiraayid yani aday umadaan oo dhan ay kulmaan inay ku anfacaan wax ay ku tahay karaan ma jirto illa bi shay in qad katab Allahu lak macnaheedu wuxuu Ilaahay ku qoray un baad martay aad maraysa qof kasta ma umar doona ahal iyo biyo ku aha adduunkan asoo la keenin on neefta adduunka ba aan urinin yaa loo sii qoray already wixii qofkan umar lahaay oo dhan qadartaas iyada marka qofka iimaankiisa uu kaamil yahay ay u yiraahdo macnaha waxaan aaminay qadartii Ilaahay uu yaani igu riday bil khayr wa sharri min Allah ta'ala markuu yiraa he qof iimaankiisa uu kaamil yahay noqonaysa dhibaatadii aabahan ku dhacday aabo kasto Soomaaliyeed iyo aabo kasto muslim oo mu'min ah in aan la rajaynayn ama aan la rabno ma jirto laakiin wixii waxay noqday wax qadar ah oo dhacay ha dhacday hase ahaatee een aabo iyo ilmihiisi ayaa meesha yaal ilmihii markuu arintan ay dhacayeen mise uu sameeynaayay aqli uu isku kala celiyo garaad uu isku kala celiyo go'aan qaadasho uu isku kala celiyo ma laha waa in la fiiri taas laftirkeeda waxaa kaloo muhiim ah oo in la ogaado la rabaa wiilkii markii uu soo hadlay muuqaalkiisi waa daawaday oo muxuu ahaa een life ka ahaa oo soconayay muddo dheer soo daawaday subhanallah wiilasha la rabo in macnaha la dhirigeliyo la yiraahdo dadkan quruxda badan oo mustaqbalka ah oo u soo socdo muxuu ahaa een bulshada Soomaaliyeed waa in la dhirigeliyaa la ilaaliyaa nin intaas oo dhib ay u soo gaarin jabtar jabtar oo yacni barnaamijkiisii uga soo hadlay oo kow ay kasoo bilaabanayso macnaha siduu u hadlayo xasiloonida deganaanshaha muxuu ahaa een I don't care aniga macnaha qof kale aragtidiisa iyo fikirkiisa wax igama gelin wixii aan arkay yaan ku cabiraa oo ah macnaha ma dhahay wiilka caasi waxa dadaayir uu sixranaa dadaayir uu durnaa oo kanahay waxaasoo dhow ka madax banaana qof kaamil oo caafimaad qabo fiyow oo deganaashay xasilooni ay ka muuqato ahaa wax kastoo dhaca iyo af soomaaligiisana uu fasixiye waxnana ay macnaha ay ka qaldaneen baartigii wuxuu kasoo bilaabay ayay markay soo korinayso yidhi allahu naxariisto nolol qurux badan ku soo kornay baartigii itoobiya ka hadlay wuxuu yiri macnaha waalid waaye eedadeed nagu haysay dambina uma haysto waxayna soo marsiin kartan wayna soo marsiisay ilmo kastoo yaroo soo koraay hooyana aan gacan ku haynin aaban aan gacan ku haynin adii dadka haya dad ilaahay uga cabsanaya ee ahayn wax kasta way arkayeen waan soo dhoofnay yidhi jacayl aabo america imaan okay aabbay nolosha aan la galnooyo nolol aad u qurux badan u farxad badan ayaa noo bilaabatay wax walba siday ahayd structure iyo sidii tallaabooyinka ay isu saarnaayeen ugu sheegoya taratar kama muuqdo wax walwala kuma jiro qof qalbigiisa iyo maskaxdiisa iyo mucarabkiisa la dul saaray oo laga adeeganayo ma aha nin dhammaystiran wiil kaamil ahoo maskaxdiisa adeegsanayo okay mid aniga aan ku cabiri macnaha aqligayga aqoonteed intay gaarsiisantahay wax ka qaldan ma jirto wiilkan ee soomaalida wixii run ee mararka qaarkeed ama waaqica ahoo saxda ahoo in la dul istaago loo baahan yahay waxay u wareejiyaan ama waxay rabin inay fahmaan maahan yaa waxay fahansan yihiin laakiin ay rabaan inay malka wareeriyaan badankood waxay u fasirtaan qofkan wuu sixran yahay qofkan wuu duran yahay qofkan wuu waxaysan yahay wax ka maqnaa wiilkaas ma jirto wiilkaas maskaxdiisa saxiix kaamil ee wuxuu yiri maraykanka markaa imaanay aabbahay nolol farxad loo qurux badan aan la galnay dhibaatadii dhacday ani ma rabo inaan codadkiisii aan soo saaro sababto wixii aan ka daawado ay ugu filan yacni oo qofkana qancin karo wuxuu yiri muxuu ahaa nolosha quruxda badan aabbahay ee noo bilaabatay hal mar dhinac kale isu rogtay wuu cudur daara wuxuu leeyahay macnaha wax kaloo ka tan badanaa lacag la aabbahay haayay sababtoo ah noloshii sidii ay ahayd maahane si kale isku bedeshay brosesskii wuxuu tilmaamaa marka dhowr mar oo isku dhacyo uu yimid iyo habkay isugu dhaceen iyo wixii ay noqotay laakiin markii ugu dambeysay marka horeysay oo waxaa jirtaa xataa u dhahayo ma rabo inaan taas sheego oo sababtoo ah taas haddii aan sheego aabbahay wax kaluu noqona cadownimo uu noqona laakiin middii aan ku kala tagnay markii aan sheego yiri intii ka horeysay markuu kasoo booday middii ugu dambeysay markii aan sheega ee maalintii ugu dambeysay oo aabbahay aan is aragno waxay ka dhalatay uu yiri in macnaha timaha aan kuu jara waqtigaas birito okay sukaynakee alaabtii wixii odhan aan diyaariyo yiri kadib waxay ka dhalatay afkaada wuu igu soo urooyaa shiir afkaada uu soo shiirooyaa soo cadayso waan soo cadaystay aabo okay rarbaxtina igu bilaabato yiri feera igu darsamay kadibna waxay soo doontay muxuu ahaay kal oo muxuu ahaay jikada taal kashi iyadii ahayd iyuu muxuu ahaay madaxa iga dhuftay 7 qodob aan tolo nuuyo markii uu igu dhuftay riigina uu imaaday musqashi dhexdeeda wixii afkiisii aan ka xukminaan annaga aan sheegayna okay wuu muxuu ahaay baxay aabbahay markii meesha aan ku dhiig baxay aan ambalaas wacdo yiri mana u malaynaynin ambalaastii booliiskiina isla imaanay
اوكي ارنتان والدين فر بدن ايا لا لا ان هردد وكعان مخو اها ان يعني المهي نورمال ان لغا دغانا معناها ديلكود يو حد غدوب كزياد هو لو سمينهاي قف يعني او مخو اها او مودن ما جرت مرق قاكد والدين تو واخ اي سميان قاركود كل ود ما اه واخ اي المها اي مودين ما اه نورمال اذا لغا دغتي دك كومنتيد كقيب قادناي ما فلعلينتا اما ميلها او سارن او كلو هادلاي waxay ugu qayb qaadanayeen wixii inay macnaha normal ay tahay oo anagaabana la soo dili jiray waligeena aabahay raali ahaa ima dhihin oo anaa meeqamar aabahay idil waligiisna raali ahaa ima dhihin macni raali ahaa wadi aabaha iyo wixii oo anaha loo arkaa wax kaleento oo xun ma aha cunuga adii aabaha uu ku qaldamo raali ahaa way waka kartana raali ahaa aabuhu waan ka kartana kalsoonida cunuga iyo maxabada iyo jacaylka iyo isku duubnaanta yeyn ma aha in ay ka turjumaysaa iyo in ilmihii la baraayo in uu bini aadan yahay bini aadanna bashaarnimadiisa ay cadeynayso inuu qalad dhici karo oo waalidka macsuum ma ahan oo yacni cidan qalad galaynin ma ah oo waalidka qalad uu ku dhaca laakiin inuu ilmihii tuso inuu qalad waalidkan gali karo ilmaha waxay u noqonaysaa wado qurux badan ee uu ku daydo ee ma noqonayso wax qaldan oo xun oo markaas waalid ilmihiisa duraal garaynayo nolosha ka dhacay ay tahay ma aha taas maxaa marka dhashay ماشي يا أبي هي محوها بوليس كي هي كوي مالا هكا سالك جيبي مر أحد كور أكفير صدي محوها إن علي هريري أو وراي صنايو داودن هذا ماشي عس نفس الشيء ها أبا هنا وقت إن محا أن داودن إن لوسو قبينا إلين بري بشد ويحي لكيانو قف كسي أفرين ين أكاد لكو مر علي هريري أو وراي صناي مركي اللي وعيو يري قلوا كمقنا عنك wiilkiinu wuxuu yiri aabahay shaqo aaday booliska markii uu yimid iyo muxuu ahaa iyo ambalaasta sidaasaa lagu wacay okay hadalka meeshaas maqnaashihii aabaha wuu ka jiraa dhibaataa dhacday marka aabihii waa la jeebeeyey waa la waday muxuu ahaa sidii xabsi ku galay haddii marka arrintaas ay dhacday wiilkii wuxuu taagan yahay aabahayna muxuu ahaa qalad uu galay ama qalad waa galay hase ahaatee cafisan aabahay ka dalbana si walaashayna ilaahay ha u naxariisto adduunkii way ka tagtay anigana muxuu ahaa aabo سأولا يعني ويل والد كيس أنو نخلنا السجور خبنا إنه أبه يعفي أنا جن وعفي وحكوين أو داود إنه أركان كحناق أما أو سوفريست أو مكرفون قاطو إنه أو هاس ويل كيس جومر وهذا الكل كيس كجشيو نادك كلا أي أصو جلان القيليان لا أي تما ويل كإلعا وحلو به ناي بطاطا ما بأهن sababtoo wixii hore markii hore naga gadnaa ayaa waxay ahayd oo kow goor daawud aan ku baranne mar le wiilkayga codkiisa ma maqli doona mar le gabadheeda codkeeda ma maqli doona haddii arrintii xaqiiqdii ugu dambeysay la soo istaagay oo gabadhiina qabrigeedii inta la dulgeeyey lagu yiri waa kasarkaasay ku jirtaa allah u naxariisto duco iyo tacsi kuu taalayba ahayd inaad makarafoon qaadatidood hees iyo jawigii oo dhanba noocaas uu isu bedelo waxaa la yiraahdaa taasoo kale carabta ay dhahaan الهروب المحاين الهروب المشاعر السلبي ومعناها معناها وهو اسكيب نيجاتيف ايموشنال او ان وحي نيجاتيف كان مركز غده هذا كا وحي اسمها يونن ان كعررتت اي بلاوته مايا 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 تاس واخ في عن ما ابا تهي هدي ويلك هذه انتو كو يري ابو يا عفي عفس انا افيد ست كدبني اسكو سو دوال لهدن اسكو خروح بدنا لهدن qadartii inaad qaadatid asagii maanta wuxuu taagan yahay aabow macnaha qadar dhacday oo ilaahay uu noo keenay ahayd inaan aqbalno kadibna aan nolol cusub aan abuurano ana waxaan dhihi lahaa daa'uud wixii hadda ka dambeysa cunugaan haddii waa la ficiltama uu yiraa ama dada igu dirooyo ama dadaa sida igu yeelooyo uu dhahaayo wax markaas oo suurtagal ahoo ma ahan wiilkan wuxuu usii abuurooyaa un cadaawad inay soomaaliya oo dhan ay u qaado in inta macnaha aqliga u saaxiibka horta way fahmaysaa in wiilkan uu macnaha shalay haddii arrintaas uu ku dhacayna aabo kasta ma mudno oo macnaha arrintii la kala saaray insha allah aabo kasta ma mudno waalid kasta ma mudno hooyo ma mudno in ilmahoodii ayagii kala soo dhex kale loo kala dacweeyo laakiin dhib markii uu yimid daa'uudow xabsi wadamada ma aragtay aan usoo guurnay xabsi si sahal ee qofka soo bax cunugaana aad saas u fiirisay xabsiyaa lagu geynaa intaas sanaa lagugu xukma dhinacii dhulaa islahee qof walbo qurbaha ku noolo waad ka warqabtiin shuruucda iyo sharciga ka yaala bal insha allah komitiid kusoo bixiya biduuni wacnaha shuruud biduuni dhibaato biduuni wax aan geystay yaa xabsi la iigu taxaabun intaasoo sana aan soo cirna qof maanta intuu dhagtaan geliyo
تنك بحين على ماقان ماقان دتك مركز إن هل كان ينعرف كفاه ماي أو والد كيسو دعوي والد كيسو يالي كم يالي دين عصب هذا لكن أنت معناها إنه كان وشجر هاي بقول كيسكاش إنه أصلا صحيح حسابته هدوسا إن شهادة مرقاتي أتولوجي ذو هداي سنجرين ما حبسي هو كجلي معنا واحد يقدروا يا إن الدليل اللي يقدروا يا إن اللي خوف كارني كرت مرة قف قف إيه كرت عنو جان وان بوجود دلي وحي أي عدي الماء أفك أي كيرا حتى وال دلي وال يالي وال وحي شهادة مرقاتي على بعد هدي مرق عنو جو بيجي سي سعد إنتو أمبلاستي وعدي بوليس كي أمبلاستي أيسلي مدن إن قفك كلي أمرقاتي كنخون كريم كاسياو وهكذا يقولوا قصة كنا جوكتي مرك إن شاء الله الله أن حريستو قبل أس يوم مع ويل كامب على اليوغ يو ويل كلا يو مانتا إن الله رأيوا ماشى سلوك جوجيان أنا قاعد جعلان هاي أبا هان تلاقو قفي على سي أو أ إن أسي ويل كيسي مالو والبو حتى هدي قبل أي بحر إنه هوار حلك على سو جوكسو أو محو هاي إن سيدا الله كويلو كان الله كويلو إن إجهر مرتد إن إجهر حسن كيكو أقل أسوا والله أنت أدون كسارنو أم هذا سوكا إمالان وحي كوتاي كران مال ويل كادا اسابع عن كادا اسابع يولا جيكادا اسامحو اي كو علنايا كو فعنايا سبب تاغو الدون كان كو امالي ابيه دالي وادي اناك معناها نصاحي معنى الله احي داود واتلسو هالقن كو تيرا هاي نين كالان تو كويرا انا ادي رديس وحاسو نم وحي كوتاي راي المجر ويل كان اديغا عادشي اي الدون كو سارن ان دم انا دالي سين كالان تا الهي يا قرنايا حقيس اجران لكن ويل كان الاشو اقل بادن iyo waxa ku duugan deganaasho iyo maskax sababtoo wixii la soo maro dhan uu ku yiri in aan hadan nolol cusub aabo aan abuurno ma sameyn karna taas iyadana qadar dhacday ahayd hadii ka waran waqtigaas aa kasha ku garaacaysid hadii uu kugu dhimo ha ka war sababtoo ilaahay wadada kaliya uu kugu badbaadiyay ayaaba tan ahayd arimo xabsi uu ku roona intii naf inay kugu godo aqal hadhow lagu qabsan laa lagu haysan laa روت إلا شيء واقعي رسمي قالوا لك لدول استعد هذا مهم وتر إن يعني بين الجوجس عطوا كوما هندت كذت أو الدين هذه آخر هذا بإلى الماء محو هاي والجو قدروا يا على واقو هستو كنا قهستو إد كو قدروا شيء إد ما أنت أن أكو يوم محو هاي إن أي واقو قهست عن مجد تصابتوا إيه مرايكن كهوش مرك إيه كذا عادي دت ك يعني حكم كاس كريم وحان أركي سنة ليري سنة ليري هدي سنة ليري سامالي أي اسكوغو ديري كران دكان عدانكا هل هبين صومالي كمويان لهان يوروبي امريكي كندا يوحو صومالي واتد اد اسكي قدا وشاقيا اسروفيانو اسقباتيو اسكو مشقورسن اسو اقوليان نلوشا هادي مرك وحي اي شيغان بو قفكا مركو عرارو او تغمحو اها ان ماش المها الوخاتو ان وركيس اللقاذنا او عرارو بوليسك او تغ وركيس اللقاذنا ها لولك عربيات اي سعودية لولكا سي اسكو رفاليان اسروفيانان استرحيلان ما هم ناشاس تركيا ما أساس هلكا ما ها محاو هاي وحي وحاس مركز لجوجو طول هستو لجوجو أكو كلي ووح لجوجو حكم ناي أو 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 لجوجو هستو مركب إن إلا يراهو إن قال ده إهاد إن دب بيجرين عصو كده عي محاو هاي ويكام بينو إيش شيء ها حتى أنا أوصل في ليستي ده مكرفون أوصل قالتي ده ويكا لا ويستي ده ككرد ودي ده هبارتي ده عيستي وحفي عن ما ها تعس وحي دحل لسه إن قدرتي إلهي وكو كان على ديدمتا إن أقبشت diida ikorda yeeshaana already waxaan way kugu dhicin waad soo martay wixii ka dambeey Soomaali way ku garab taagan tahay inaad u fasiratid maxuu ahaay hadii uu soo hadlay cadawgeygu waay waxa loo hadal siina si oo ani hadhow li saacidin may dadkii ku garab taagna oo Soomaali ahaa arintaada ka warqabay aaba dib ku dhacaa tahay waa lagu garab taagan laakiin inaad qadartay aqbashid cafiskina aabixi sidood wiilkaada cafisid oo maanta dhan baraha bulshada lagu kala turjumin adigay asiga maxaa ahaay in nolol cusubna aa abuuratiin anu waxa isleeyahay daawud hadii macnaha aabo ilmihiisa si subxaanallah si gaar ahaaneed aan laga xigsan karin hadii uu yahay maba looga turjumeen baraha bulshada dhexdeeda sababtoo ah asaa wixiisa dhan qamaysan lahay oo hagaajisan lahay oo waxaysan lahaa way noqon weysay wuu soo hadlay ha hadlo markuu hadlo waxyaabo fara badan oo waxaa jira ishkaal ku jiri oo shaki ku jiri oo dadkii ay shaki baxayeen marka wiilkaas وكو أمانة هذا الكو صاحب لي وانكو أمانة سيد الجناشة له احترام كله والد نمد شرفته يقيمه وهو يقان أوك هذا لي أصلا أبي سحود من يدري سحود من هو يسحود من سمال أو سحود من أيوتي مركز بعدين سيد إيه أوك هذا لي مركز إن شاء الله هبارك إسك جوجي
جنريشن كان وترومضة لبعض المانت الصومالي إله حسن لعذة إله دقي لعذة سانو كلاتوا لبعض السمينة أص لبعض السمينة أص هدي أنا ربنا المهنة والدين تعالى حتى لما كان نعم رسالة دي تقول تبي سكسوك بقبل دون هدي أنا ربنا المقروح بدن جنريشن كان كسيح كان كسيح المقروح بدن دونك كم وخد تكل حساب طبعا إنا صوص عرنا ونمسك هذا كوه ضقع وحسنان وحلو باهية وعيتها هاي إن كوه جهر إسبدل كأي أن كره دينه والد كوه أسرع إسبدلاء والد أسرع إسبدلاء توصل دين تصير أي أمر رئيس كل رقم معي وحقو حيران وأن أنت كوه رئيس أنا أقول بدنان أنا ونفس هنايين سبته ووضع وضعه المها وكل ضيعنا ووالد كوه وكأرك أيون كل رقم معناه وبنك على إقتصاد والغو دير كرا والغو يل كرا والغو وحي كرا والغو وحي كرا لكن أديكو مات قفك أو كوكو صو دير عي مهو كديري يا أديك قفك أضاو ودن المها هذي كو هي ستت كو هذي كو هي ستت بناك كام مولانا عي أذا ويكنس إسكني قويس معناها ضعيف لما هذا أديك تسوي سائيو إن المكاس عب في جيغن السوجيه يا ودن كو كنو ليها أنكور قبل إن هاد يا أديك تسوي سا وايو ضد ودن كلا جوغو قارت كلا جوغو أيا الحالة هاي ودن ك أن جوغي يكروجيج يعلمهيج أيك أحريجنا يعني مركا إن شاء الله أنت سوت على المقاطع أنا كسر جو جبيو هدي أرين عن واسي وضع ما ترنا عن كهلا ويرك مكسوف ليست أرين عن سوف ليسنا وح كلام شيعة دلا يبون بوينا قارة وحده هاي بس كأهم صحة هدلة أصلا يو هبعت معي يو حلو سيد يركلنا كأهم صحة هدلة ولا يا رب إلهي كأصلا معنا هتت ويرك أرين عن أنت أصو قرآن أبها عن سماليد ولا يو محاوي وح أكتر يصير إيمالك أوجاني يصير مجرتو إن المي سواي أنتي أت وناج يقرح يمرسن أو حكت وصل هذا إن ما أنت أنا هرسين أسيك عسين أحد لا دهب هيا لا دهب هو حي وح أو ترى يصير مجرد صوت قفل ديجيس أم بعض ترى ويل كان ديجي سواي والد ويهي نبكي كده حد عي إت ما أنت سام عليه أو مسؤول كأحد مجرد إت محو هاي إن بني آدم أو مسؤول كنا أنك مجرد أمر إلى هاي وكنا واحد وإن كده حد عقب قرن عوال هدي قدرت داود وأقبله أفسنا أوبيه نروح سوى قرب بنو قال لكن هذا مكرفون قامنا ويلك يجا جمارة وهاسة نعجين ويوس عبتمعين كل عرب حمي عقب حمة أيانو أركاء وح بنعكسن أنا هين مرك إن شاء الله أنت أس وطلق المخاك إنك سوى جو جبيو ويلك ير ودن قربوه كل ولي صومالي تجعل كده يمحو هاي إن لو سو جيدو لا تو دمو يعني اللي راح كهل ما هني تمسن كهر وحي أحس ديت هدي والو جارج كرينا ما ترى محكمة والو سارة وح والو الحساب تما والو يلا اللي راح قارمو صومالي جعلنا قارمو دكتي صومالي جعلنا قارمو أدي ردي سي دكتي سي ربانا هدي أدي ردي ما أنت أنا أب والكوت وأينا وقائلنا وده هاي ويلك يجا إني باتي ويلك سيدنا نفط أي كسين كرتا إنه صومالي أسافر وكسو حرق هذا أدي ردي ولف ليست به يوالك يدك يجا ساسي أش نبعته أقول مارس قال لنا عبسيني إنا المي يدك أي جعلان عنو كستو لقاتو عنو كستو قال هذا مركز أوك أنكره أما محو هاي إن أبيه أم هاي دي وحاسو كان يسوي جارا دمي له لو بعيا إن المي لا صادم إن لا صير عديه هذا لا صومالي أنت براح برشة لا صو قالوا لا كان ترجمه وح في أماها وحنو ها نحن داود مقاتل كل حال عن كتاود يقول كيسو كيسو جوابي أنت سامو ترى قالينا كيسو جوابي مقاتل كان عرسي بس كده عرسي أنت نو إكتر إذا كأرسنة كتر شياوة ويلك هذا هو يا أوج أرسنة يا أوج دعوني أنت عاس إن بتقليه واحد كده جاني إياه كنا لون ولا شيء أدوني ست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.